التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، ويسير على بركة الله شوطنا 24 الخاص بمنافسة أيضا الجعدان المهجنات الأصايل، هو يعتبر شوط الختام اللي ودع برنامجنا في هذا الصباح. نبدأ بالصدارة والمقدمة والمركز الأول، وها هو أيضا الكاس. الكاس اللي يحتل المقدمة والصدارة الأولى بشعار سالم بن حسن بن حميد بن ركاض العليلي اللي يحتل مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني متعب بشعار غانم بن راشد بن مسفر بالقوبع المنصوري، أما في المركز الثالث وفي المركز الثالث الطياري لسيف بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري، بينما في المركز الرابع وياتي هنا متعب وسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي حاضر اليوم مع متعب اللي يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس وفي المركز الخامس ياتينا في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء الاسد شامس بن عتيج بن شامس العامري شعار المغامر اللي يحتل المركز الخامس. هكذا نتيجتنا وندائنا للخمسة المراكز الأولى التي تسير بناموس هذا الشوط. عودة إلى المركز الأول وإلى الصدارة الأولى. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول والصدارة الأولى، وها هو المسيطر على زمام الأمور في هذه اللحظات شعار شامس بن عتيج بن شامس العامري قدم لنا الأسد في مقدمة هذا الشوط والمركز الأول. لكن شوف الوصول من سلهود سلطان بن سيف بن معضد المشغوري غادم، وهنا أيضا متعب نعم لغانم بن راشد بن مسفر بالقوبع المنصوري اللي يحتل المركز الثاني، اما في المركز الثالث نعم سلهود بشعار سلطان بسيب بن معضد المشغوني، اما في المركز الرابع وفي المركز الرابع هنا مبدع وسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي يقدم لنا مبدع ايضا على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس متعب غادم سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي. حرك اللي بتحرك، خلاص شوط الختام معناه محال، شوط الختام وختامها مسك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، وها هو مسيطر 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 على مقدمة الشوط الأسد، الأسد لشامس بن عتيج بن شامس العامري شعار المغامر يحتل مقدمة الشوط ويسيطر على المركز الأول، بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني مبدع لسعيد بن حمد بن مصلح بجمهور الأحبابي شاعر حواس الخمس يبحث عن نقطة في هذا الشوط، بينما في المركز الثالث وفي المركز الثالث يأتي هنا أيضا متعب لراشد بن غانم بن مسفر او غانم بن راشد بن مسفر بالقوبع المنصوري، وهناك بمعتوك وصل بمعتوك في هذه اللحظات يقدم لنا هباد عبد الله بن عتيج بن شامس العامري. الله الشوط الى وين؟ هل الى هال الهير مع المغامر ام الى هال الفقع مع شاعر حواس الخمسه؟
الشوط الى وين؟ الشوط الى وين؟ الله 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 الله، المغامر 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 يعلن المغامرات. شكرا شكرا للجمري على العناية التامة لدى هذه النوعيات الفريدة بشعار المغامر. الله ما شاء الله وتبارك الله، راح الأسد راح راح ودعنا إلى هال الهير بفوز مشرف مع شامس بن معتوق بن شامس العامري سلام. وهناك يأتي مشاهدين الأعزاء أيضا هباد بشعار عبد الله بن عتيج بن شامس العامري ثنائية، والتهاني نزفها لأبو حمدان محمد بن معتوق العامري مالكي هذا الشعار. تهانينا والناموس لشامس بن عتيج بن شامس العامري على فوز الأسد وانتزاع لناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصل هباد لعبد الله بن عتيج بن شامس العامري. المركز الثالث وصل في مشاهدي الأعزاء مبدع لسعيد بن حمد بن مصلح بجمهور الأحبابي. هكذا مشاهدينا الأعزاء النتيجة للثلاث المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني 6 دقائق و 18 ثانية. تهانينا والناموس لمالك الأسد أيضا شامس بن عتيج بن شامس العامري، وسعدت صباحا يا هالي الجبيب وهالي الهير، يستاهلون الفوز والانتصار. ونزف التهاني كذلك لسالم بن محمد الجمري اللي يتابع هذه النوعيات في التضمير، هنيا له على هذا الإنجاز. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام أصلاً وصلنا إلى ختام أشواط هذا اليوم. شاهدنا 24 شوطا في هذا اليوم خصصت لفئة الأبكار والجعدان للقاية من مسافة 4 كيلومترات وبداية التمهيد الأول لفئة اللقاية. نصل إلى الختام، شكرا لنادي دبي لسباقات الهجن، شكرا لفريق العمل لجنة المنظمة اللي تقوم بدورها في ميدان سيف العرب، تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر الإعلام. يستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.